هو السؤال الأهم بقى، هو إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إرهاب؟ إزاي دخل منطقة معصنة؟ ما تستعبطش. طب مش إرهاب، إيه اللي حصل؟ ما تعرفش. ومحتاجين نفهم بقى، هي الحكومة ليه مكتمة؟ ليه وزيرة التخطيط تنشر تعزية وتمسحها؟ أنهي رواية صحيحة في الخمس روايات؟ وهل طبيعي ده يحصل في مكان مؤمن؟ ده الكلام اللي أنا هناقشه مع ضيوفي، الأستاذ اللي أنا بحبه جدا والله بيمتعني بأبحاثه، الأستاذ أحمد مولانا، الباحث في منتدى العاصمة للدراسات. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. مرحبا بحضرتك أستاذ أحمد. وأيضا الدكتور الجميل، أنا لسمع صوتي جاي من عنده تقريبا، الدكتور عمرو عادل اللي غاب عنا بقاله كتير، رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري. أهلا بيك يا دكتور عمرو. أهلا بيك أستاذ محمد، أهلا وسهلا. أنا سامع صوتي جاي من عند حتة، أوكي. طيب، خلينا نبدأ بالدكتور عمرو عادل بعد إذنك يا دكتور أستاذ أحمد مولانا، عشان الحقيقة الموضوع محتاج إلى أسئلة كتيرة جدا. في البداية إحنا قدام خمس روايات، دكتور عمرو. نعم. أنهي رواية أنت تميل ليها، أو لديك رواية تانية لو عندك، وقول لي إيه الأسباب إنك بتميل ليها؟ دكتور عمرو؟ موضوع ان في عمليه ارهابيه او هجوم من الخارج في هذه المنطقه المحصنه اعتقد لازم نستبعد تماما، يعني لصعوبه الكلام ده ولصعوبه ان يحصل هجوم وما يكونش فيه مصاب واحد في العمليه، دي حاجه يعني اعتقد صعبه مع استمرار اطلاق النار 6 ساعات، فاحنا بنستبعد الخيار الهجوم من الخارج. إذن هو حاله من الصدام الداخلي لسبب ما، سواء كان بين مجموعه من المسجونين او المختفين قسريا قدروا فعلا يهربوا، برغم ان تتابع الاحداث دي شويه غريب، يعني عشان الناس تخرج من اوضه الحجز من فتح التهويه وبعدين تتحرك لغرفه السلاح المؤمنه واللي عليها حراسه وتاخد السلاح من غير ما حد ياخد باله وتطلع على السطح المكان ده ايضا بيبقى مؤمن وتستخدم مدفع جرينوف اللي موجود ومحدش موجود معاه، كل دي يعني سيناريو متتابع يعني مش طبيعي قوي، ممكن يحصل بس بي ان في حد سامح بالكلام ده. الرواية التالتة اللي هي ان في صدام حصل بين القوات داخل اطراف معينة داخل الوحدة نفسها لاسباب مش عارفينها، ربما هم دول الروايتين الاقرب، ولكن رواية المعتقلين السياسيين اللي خرجوا وقدروا يعدوا كل العقبات دي في واحدة من اكثر المناطق تحصينا يمكن في مصر محتاجة كلام، ممكن يكون حصل زي ما تحكي مع ان في حد سمح بالكلام ده يحصل. إذن فهو حاله خلل داخلي جوه المنطقه دي، الاسباب ربما تكون نتيجه صراع داخل منطقه سيناء. احنا عارفين ان منطقه يعني التهريب شغال بشكل كبير جدا، وربما الضباط يعني او قطاعات من الضباط بتشارك في هذه العمليات بشكل ما، بتسمح بيها ما بتسمحش بيها، الكلام ده ممكن يعمل مشاكل، وبالتالي ممكن يحصل تعاور من جهة أو من طرف أو من مجموعة لمجموعة أخرى باستخدام المعتقلين السياسيين، ربما ده واحد من الاحتمالات الممكنة. يعني ده تحليلك دي الرواية الأقرب إلى عقلك. نعم. وإلى تركيبتك. خليني أروح في نفس السؤال للأستاذ أحمد مولانا، عشان بس أنا نفسي محتار. يعني أستاذ أحمد، أين الروايات أو لديك رواية أخرى؟ أين الروايات الخمسة أنت تقبل تصديقها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا شايف أن أول روايتين مفيش تناقض بينهم، هما مكملتين لبعض، ولكن يعني هستدعي حادثة حصلت في عام 2020 في سجن العقرب، قام خلالها عدد من السجناء السياسيين بقتل 4 ضباط، منهم كان قائد العمليات الخاصة المعني بحراسة سجن العقرب برتبة عقيد ورئيس مباحث سجن ترى وفردين آخرين، وتم قتل هؤلاء 4 أفراد ومن السجناء بعد ذلك، وكان حادث شهير يعني غطته وسائل الإعلام وصدر في بيان رسمي من وزارة الداخلية، والحادث وقع أثناء نقل هؤلاء السجناء من الغرفة الموجودين فيها إلى عنبر آخر، فقاموا باستخدام بعض الأدوات الحادة التي أعدوها مسبقا لطعن الضباط، وكانت يعني حصيلة دموية ومفاجئة، مقتل 4 من أفراد الشرطة ومقتل 4 من السجناء، وربما حضرتك تتذكر هذه الواقعة في عام 2020. في الواقعة الحالية في سيناء
أنا بالنسبة لي أول خبر قرأته عنها كان على وسائل التواصل الاجتماعي قبل نشر يعني أي جهة معتبرة زي أسوشيتد بريس وغيرها للتفاصيل. الخبر ظهر في الصورة الأولى بأن في معتقل سياسي قام بخطف سلاح جندي ثم أطلق عليه النار، ثم قام مجموعة من زملائه باستخدام هذا السلاح في استهداف يعني في استخدام استهداف أهداف يعني أفراد آخرين، وأخذوا أسلحتهم ثم تحول الأمر إلى اشتباك. ظللت أبحث على وسائل التواصل الاجتماعي عن من يؤكد وقوع حدث في سيناء أو في مواقع الإخبارية، فكان أول خبر يعني يمكن أن نعزوه لجهة الذي نشرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على تويتر بأن في حدث أمني في مقر الأمن الوطني في العريش غير واضح أبعاده، ثم بعد ذلك بدأت تنشر أخبار عن أعداد ضحايا الحادث، ثم بعد ذلك جاءت أخبار مدى مصر وأسوشيتد بريس وغيرها. فأنا ظني أن الخبر الأول الذي تدول يعني تم تداوله على بعض وسائل التواصل الاجتماعي والذي عزي إلى بعض يعني الشخصيات الموجودة بقرب المكان، أن بالفعل أو مرشح أن يكون فرد أثناء عملية نقله من مكان إلى مكان، أو أن كان في ترحيلة موجودة. ولذلك هنجد أن الضحايا هم على نوعين، جزء من الامن المركزي، العمليات الخاصه تبع الامن المركزي، يعني العقيد اللي قتل وعقيد امن مركزي الزي اللي هو بيرتديه مكتوب عليه الامن المركزي، اغلب الضحايا امن مركزي والبعض امن وطني. فالطبيعي في الترحيلات من مقرات الامن الوطني او في عمليات الحراسه والتامين بيقوم بها الامن المركزي بالتعاون مع افراد من الامن الوطني. في الطبيعي ما يحصل هناك حاله من حالات الاشتباك، سواء يعني على شكل ترحيل او داخلي، ان حد نجح انه يختطف سلاح ويطلق النار ثم توسع الامر، ان الضحايا يكونوا امن وطني وامن مركزي. فبالتالي يعني الصفات التنظيميه للضحايا لا نجد فيها ضباط من القوات المسلحه، لا نجد فيها ضباط من الامن العام او من جهات اخرى في الشرطه، وهذا يدل ان الامر يعني فكر الجيش والشرطه مش موجود، لان لا يوجد ضحايا يعني قتلى او مصابين. كذلك النقطة حضرتك أثرتها إن في كشف مثلا في 10 فقط ليس في اسم العقيد أو العميد محمد مؤنس، أيضا هذا يحدث أحيانا عند نقل جثامين الضحايا والمصابين لمستشفيات مختلفة. كل مستشفى بتقوم بإعداد تقرير بالحالة الطبية يعني عدد المتوفين وعدد المصابين اللي وصلوا إليها، فبالتالي الكشف اللي فيه 10 ده ممكن يكون لإحدى المستشفيات الموجودة في العريش، وربما يكون في مستشفيات أخرى تم نقل عدد آخر من الضحايا والمصابين، فبالتالي في كشوف أخرى. وفي كشف كان جامع يعني نشر إن في حوالي 26 اسم مع توصيف دقيق لكل إصابة والاسم الكامل، ويسهل تتبع عدد الضحايا من خلال الجنازات. يعني في النهاية الأفراد دول لهم عائلات ولهم أقارب، بتقام لهم جنازات شبه أو بتكون رسمية أو بيحضرها المحافظ، رئيس مجلس المدينة، زملائهم، فيسهل من خلال الأسماء المنشورة في التقرير اللي فيه 26 اسم تتبع بالفعل الجنازات في المحافظات وعملية التأبين اللي تمت، بحيث يتم تحديد الأسماء بالضبط، يعني كم شخص قتل في هذه الواقعة. عدم وجود بيانات عن المهاجمين أو تفصيلات منهم يعني عنهم برضو، ده شيء تكرر من بضعة شهور. كان في هجوم على كمين شهير باسم كمين المطافق في مدينة الإسماعيلية، لم يصدر فيه بيان رسمي، ولكن يعني أيضا تم تداول تقرير طبي فيه 3 من الجنود قتلوا وقرابة 13 مصاب، وفي فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي لجثمان أحد المهاجمين، ولم يصدر بيان رسمي يوضح من هو هذا المهاجم، إلى ماذا ينتمي، بل حتى كان في فيديوهات لعمليات مطاردة تمت لمجموعة أخرى من المهاجمين في مناطق محيطة بمدينة الإسماعيلية، ولم يتضح ما الذي، هل نجحوا في القبض عليهم، لم ينجحوا. فسياسة الصمت والتعتيم يبدو أنها يعني سياسة متبناة. طيب متبناة، مش هنتكلم على سياسة التعتيم، لكن أنا عندي يعني خليها حلقة نقاش، بلاش إيه أنا أوجه سؤال للدكتور عمرو عادل، أوجه سؤال للدكتور مولانا الأستاذ مولانا، إنما خليها حلقة نقاش. أنا بسأل نفسي السؤال ده حضرات، إذا كان ده رواية مسجون سياسي أو مساجين سياسيين استطاعوا أنهم يهربوا من فتحة التهوية ويصلوا إلى غرفة السلاح عشان يتبادلوا إطلاق النار، يا جماعة أنا عايز أشوف الدكتور عمرو عادل بعد إذنكم. طيب إذا كانت الرواية كده هي واحدة من الروايات أو السرديات اللي بتقال، يعني أستاذ عمرو، دكتور عمرو، أستاذ أحمد مولانا، ما نشوف بعض إحنا الثلاثة يا أستاذ ميمو، يعني أي مسجون سياسي هدفه بيبقى بيعمل كده عشان الهروب،
مش هدفه بيبقى عايز ياخد سلاح ويلعب بلاي ستيشن كول ذا ديوتي او ديوتي كول، ما اعرفش اسمها اللعبه ايه، او كول اوف ديوتي، مش عايز يعمل كده، هو عايز يهرب. فلماذا لم يلجأ للهروب؟ دي اول واحد، ده اول فرضيه عندي. انا شايف ان حكايه مساجين سياسيين دي ممكن تبقى شويه مش داخله دماغي قوي. طب الحاجه الثانيه انا استدعيتها، كلنا نتذكر حادثه الامن المركزي اللي حصلت في مصر ابان احمد رشدي، ازاي انها كانت بفعل قيل وقتها انه بفعل فاعل للاطاحه باحمد رشدي. السؤال، من الذي يضمن لنا ان روايه ان محمد مؤنس قتل على يد المساجين هي روايه حقيقيه؟ ممكن يكون هو اللي اطلق عليه النار وتكون العمليه دي كلها مدبره للتخلص من محمد مؤنس. لماذا لا نذهب الى مناقشه الروايه دي، ان المساله ممكن تكون للتخلص من محمد مؤنس نفسه وانه كانت صراعات داخليه؟ انا سايب ده لحضراتكم، استاذ اسمع راي الدكتور عمرو عادل. يعني أميل فكرة صعوبة الـ إن ناس داخل هذه المنطقة شديدة التعصيم تفضل تقاتل 6 ساعات، يعملها صعبة جدا، ولا حجم الذخيرة المتاح مش هيبقى كافي، يعني هيتحصروا بشكل سريع جدا نتيجة لعدد القوات الكبيرة اللي موجودة. تتكلم عن منطقة محصنة جدا وعدد القوات فيها كبير. طب يعني يا أستاذ دكتور عمرو أنا أخذ السلاح، أنا أخذ السلاح دكتور عمرو عشان أطلق نار، عشان اقتل الناس؟ قد يكون اضطر لكده، لكن احنا ما شفناش، يعني قد يكون اضطر اتحصر او حاجه، لكن حتى هذه الفتره المده الطويله بتخلي فيه علامات استفهام حوالين الروايه صراع المساجين السياسيين مع القوات الموجوده. ويمكن خلال ال 48 ساعه اللي فاتوا لم يظهر احد من الناس المختفيه، يعني ما حدش قال ان في حد توفى او قتل او استرشد داخل الوحده، وما اعتقدش ابدا ان في صراع بين قوات بين طرفين في مساحة ضيقة وتبقى الضحايا كلها من طرف واحد. يعني في مشكلة في موضوع المسجونين السياسيين. هل القصة بتحاول تخلق طرف ثالث علشان، يعني أنا فاكر في التسعينات مثلا مجموعة ضباط جيش، يعني الجيش مش علاقة بالموضوع ده، بس يعني حصل مشكلة مع ضابط شرطة، راحوا الاسم وهدوا الاسم وحبسوا الضباط، وكانت قصة يعني. إذن ففكرة الصراع بين الوحدات الأمنية أو بين القوات الأمنية، وبالذات لو في مصالح يعني معقدة وكتيرة، يعني وسيناء منطقة مليئة بالمصالح المتعارضة ووجود أطراف كتيرة داخل المنطقة دي، ربما تخلق احتمال، واحد الاحتمالات المطروحة ده يكون صراع داخل الوحدة نفسها بين قوات أو بين كتلتين من القوى مختلفين. ده أعتقد لازم نحطه في البدايل، يعني فكرة إن نثبت فقط إن هو مجموعة من المسجونين السياسيين قاموا بهذا الفعل، يعني العملية الحقيقة صعبة جدا في هذا المجال المغلق والحصار وعدد القوات الكبير، وزي ما قلت حضرتك الكثير من واحد على بعد يعني أمطار من المكان. فكل الأمر ده بيخلينا يعني شوية ما ننفيش الاحتمال، لكن نشكك في صحة إن المعتقلين السياسيين هم عملوا الكلام ده. أنا أرجح يعني بحسب ما أرى يعني إن هو صراع ما بين القوة اللي موجودة جوه على مصالح ما إحنا مش عارفينها، لكن وده بيتكرر كتير، أدى إلى يا إما استخدام المسجونين السياسيين لعمل الصدام ده، أو إن فعلا هم ما كانوش موجودين خالص المسجونين السياسيين في الصراع، ولكن أدخلوا علشان يبان إن ما فيش صراع داخلي بين القوات اللي موجودة في هذه المنطقة الخضراء. ده وجهة نظري، لان لازلت ارى ان في صعوبه ان يبقى يحصل الكلام ده من مجموعه مسؤولين سياسيين على مدى 6 ساعات، يعني على الاقل الذخيره هتخلص منهم بسرعه وهيتحصروا وهيطلع روايه بالكلام ده من وهتطلع جثث وهيورونا جثث. اه طبعا صحيح. يعني انا معاك في القصه دي شويه، وده اللي خليني اروح للاستاذ احمد مولانا. استاذ احمد، ليه ما تبقاش الفكره على غرار ما حدث فيه بس بشكل ثاني، يعني في معسكر الامن المركزي في الثمانينات، وانه كان الغرض التخلص من، يعني مين اللي يضمن ان محمد مؤنس ده قتل على يد المساجين السياسيين او اخرين؟ وخلينا ناقشك في حكايه المستشفى دي. في البيان الاول كان في محمد ابو المكارم ده ومحمد عبد الله، الجنود دول كانوا في الاسم الاولاني مع محمد مؤنس. حضرتك قلت لي ممكن يكون راحوا مستشفى تاني، ليه؟
ليه يروح مستشفى تاني؟ هل ما فيش اماكن في المستشفى دي فراح مستشفى تاني؟ ولا هل انه ما يتحطش اسم محمد مؤنس في الكشف ده متعمد؟ ربما يكون محمد مؤنس قتل على يد عامدا متعمدا على يد قوات داخل المركز باوامر، ليه لا؟ طيب هبدا من السؤال الثاني، الكشف الطبي اللي منشور فيه 10 اسماء صحيح؟ ايوه 10 اسماء، 10 اسماء، ال 11 ده فاضي، وفي كشف مجمع فيه 26 اسم، تمام؟ احنا دلوقتي الكشف اللي فيه 10 اسماء ده هم دول الاسماء اللي عندي، فانا ما فيش تناقض ان ال 22 ال 16 اسم الاخرين يكونوا ذهبوا لمستشفى اخرى، يعني فين وجه التناقض هنا؟ انا ما عنديش كشف تاني فيه اربعه متكرر، فيهم ثلاثه متكررين هنا، اللي فيه اربعه ده خبر على موقع شبكه سيناء، خبر اخباري مش كشف من مستشفى، تمام؟ فهنا ما فيش مساحه تناقض، انا الكشف الطبي الوحيد اللي هقدر اقوله انه طلع الاعلام هو الكشف اللي فيه العشر اسماء دول، هذا لا يعني ان في اسماء اخرى ظهرت في بعض وسائل الاجتماع كشف كامل باربع عقيل ان هم قتلوا 22 مصاب، اما الاخبار عن مقتل اربعه منهم محمد مؤنس دي اخبار عاديه مش كشف طبي بحيث نقول انه ده صدر من نفس المستشفى وان في تكرار، دي في فيما يخص هذه النقطه. الجانب الثاني دلوقتي لو افترضنا ان في جهه لديها اشكال مع العقيد او العميد محمد مؤنس، معذره يعني عبوه نسفه في سيارته او طلقه او سم وينتهوا منه، لا يوجد داعي لحدث بهذه الضخامه. لا ما هو انت هنا انت بتتعامل مع كلمه الجهه اللي انا بقولها كانها الوزاره، انا اقصد اقول داخل المكان الحصين، حتى لو فرد، هل فرد لو عنده مجموعه او تكتل لديها اشكال داخلي معاه الاسهل انها تتخلص منه في حادث سياره او صح. او اي شكل من الاشكال، ولا انها تروح تعمل اشتباك دموي يقتل ويصاب فيه 26 شخص في مكان حصين منهم 8 ضباط ومعاونين شرطه وافراد، يعني انا لو يعني بحط نفسي مكانه، فاللي عنده اشكال ابسط حاجه عربيه تخبط عربيته وانتهى موضوعه، شرب حاجه ومات، حاجه انفجرت فيه وانتهى، يعني ده الشكل المعتاد للتصفيات لما بنقول ان في صراعات يعني قوة. احنا عندنا مثلا امين هويدي في كتابه لما مسك المخابرات العامه له كتاب 50 عاما من العواصف، اتكلم ان كان في نمط لبعض الاجانب اللي كانوا بيشتغلوا مع اجهزه اجنبيه كان بيتم التخلص منهم من خلال شاحنات ضخمه بتحمل اسمنت. طب اذا انت جيت للتاريخ يا استاذ احمد برضه هنرجع للفيلا بتاعت الشارع الفيلا مشير عامر او القصر اللي كان فيه مشير عامر، وازاي تحصن فيه جلال هريدي وازاي تحصنوا فيه وعملوا سكن عسكري. نعم بس دي ده كان اشكال كبير واضح ومعلوم الاطراف وفي جهات. انا قصدي اقول انهم كانوا ضباط جيش برضه وكانت جهات ضد جهات، يعني دخل جهة محمد جهه امام جهه، انا بقصد في جهه امام جهه، فاحنا عندنا هنا شيء لا يمكن اخفائه، في جهه في افراد في قيادات في افراد امام جهه اخرى، وبالتالي حصل هذا الامر. مين اللي بيقول لنا دلوقتي والله ان انا بقول ان في جهه امام جهه؟ احنا عندنا دلوقتي الضحايا دول من جهتين، جزء في الامن المركزي وجزء في الامن الوطني، هؤلاء المكونين هم المكونين الموجودين في تامين اي مبنى للامن الوطني او يعني على مستوى الجمهوريه، بتكون الحراسات من الخارج امن مركزي، لو في ترحيلات بيجي الامن المركزي لاصطحاب هذه الترحيلات، وبيكون داخل المبنى افراد الامن الوطني. فالقول والله ان في اشكال مع عميد في الامن المركزي او عقيد فيؤدي الى هذا الحادث من اجل التخلص منه، انا شايف ان يعني ان دي سرديه صعبه شويه، الاسهل اللي في مشكله مع شخص ويتم التخلص من الشخص، مش افتعال حدث بهذه الضخامه، طبيعي هتكون في تحقيقات داخليه وهيكون في يعني حوارات كثيره ويصعب اخفاء ما حدث فيه على الاقل داخليا داخل المنظومه الامنيه. فبالتالي انا بقول ان فرضيه ان في بعض المعتقلين قاموا باختطاف مثلا بعض قطع اسلحه واطلاقها بشكل او اخر، سواء بقى خلال ترحيلات او من جندي او بشكل ما، بقول ان عندنا نموذج حصل بالفعل في 2020 لسجناء سياسيين في معتقل طورا، وايضا قتل في اربعه منهم. بس ظهرت الجثث يا استاذ احمد، ظهرت الجثث وظهرت الاسماء. نعم نعم، لان كان في سجن وسجناء، احنا لغايه دلوقتي الطرف الاخر غير واضح ما حدث له، هل بقى كم واحد اللي تم معاهم، ظني ان بمرور الوقت هتتضح الابعاد ما حدث. كذلك النقطه برضو مهمه ان مثلا اقول ان في اشتباكات دامت 6 ساعات، احنا طبيعه الاعتقالات في سيناء جزء منها بيشمل افراد هم مدربين تدريب عسكري عالي، يعني هو مش معتقل كان واقف في رفع شعار الرابعه وبيقول
يسقط مش عارف مين فقبضوا عليه. لا، جزء من سيناء ناس بتستخدم يعني أسلحة على مستوى يعني انت طائف اميل هوي يا استاذ احمد، انت اميل الى انهم مساجين سياسيين سواء كانوا في الترحيلات او دخلوا غرفة؟ يعني موقوفين امنيين في الغالب من شخصيات لها خبرة ورصيد في عسكري. احنا سيناء رأينا بعض المجموعات حتى استخدمت صواريخ مضادة للطائرات في اسقاط طائرات مروحية، في تدمير دبابات بصواريخ محمولة كورنيت متطورة. يعني في يعني شريحة لديها تدريب عسكري لا يقل، او قدرات عسكرية لا يقل مستوى تدريبه عن القوات الخاصة. ورأينا حتى في اشتباكات مع الكتيبة اللي كان فيها أحمد منسي وغيرها، يعني حققوا فيها إصابات ضخمة وغير يعني كبيرة للغاية. فبالتالي وجود أفراد بتدريب عالي تم توقيفهم واحتجازهم واستغلوا ثغرة معينة من أجل يعني محاولة بقى التنكيل ب يعني إحداث أكبر قدر من الخسائر في اللي قابضين عليهم، أو إن دي كانت محاولة منهم للهرب وتم إحباطها. يعني كل ده شيء وارد أظن بمرور الوقت قد تتضح بعد ما علموا. إنما أنا أقول لحضرتك لو الحدث مثلا كان موجود في محافظة أخرى كنت يعني هستبعد الفرضية دي بنسبة. إنما في شمال سيناء بطبيعتها، إحنا في بعض الحوادث في سيناء نتذكر كمين في فردين هاجموه قتلوا 16 من ضباط وأفراد الكمين، فردين فقط من الوحدات الخاصة اللي كانت تابعة لتنظيم ولاية سيناء. فبالتالي يعني في نظائر لأحداث وحتى بعضها كان مصور وعلى فيديوهات. حتى المربع الأمني ده تذكر في 2015 كان تعرض لهجوم ضخم للغاية، يعني قتل فيه العشرات من أفراد الجيش والشرطة، يعني في يعني محاولة لتدمير مقر الكتيبة 101. فالشاهد ان احتمالات او يعني هذه الفرضيه فرضيه كبيره، وانا بستبعد فرضيه انها هي تصفيه لشخص لان ده لا يتطلب هذا الحجم الكبير 26 قتيل ومصاب. فهمت. يعني لا، ان الفرض يعني الاقرب عندك فكره ان هم مساجين سياسيين مدربين عسكريين على اعلى مستوى. نعم. طيب دكتور عمرو، معلش ارجع لحضرتك تاني واسالك سؤال. التعتيم الاعلامي مفهوم ليه؟ يعني مفهوم انه ممكن يتم التعتيم الاعلامي وكل مره بيتم التعتيم الاعلامي، لكن يا دكتور عمرو بيستثمر هذا الحدث دائما على وسائل الاعلام، بتعمل جنازه وبتيجي بقى في محافظه ال 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 صاحب العزاء، بيتعمل بقى قوات الشرطه والمحافظ، وشفنا السيسي زمان يطلع يقول يا ريتني كنت انا. إلى حتى هذه اللحظة لم يتم استثمار الحدث إعلاميا، ولكن في تعتيم. التعتيم متفاهم يعني مفهوم، لكن ما هو قولك في أنه إلى أي مدى ممكن يتم استثمار الحدث ده إعلاميا، أو يتم برضو التعتيم على الجنازات؟ هو طبعا الموقف غامض، وحتى بالنسبة لنا، ويمكن حتى غامض بالنسبة للنظام كمان. يعني حجم الضربة شديدة جدا، وسواء كان احتمال المسجونين السياسيين او الاحتمال الاخر. طبعا الفكره مش فكره ضرب شخص معين، هو يعني صراع قوى ممكن يكون موجود بين طيارين، مش شخص، مش شرط يكون الفرد هو اللي عامل المشكله. ويعني فكره تهريب السلاح وتهريب المخدرات في سيناء والضباط مشاركين فيها، فبالتالي يعني ممكن يحصل بملايين ومليارات، فبالتالي ممكن يحصل مشاكل بسبب هذا الامر. أولا الموقف الآن، الظروف السياسية مختلفة عن 2014 و15 وحالة الغضب الشعبي كبير. نقطة تانية، إن طول الوقت النظام العسكري بيقول إن إحنا قدرنا نحل المشاكل في سيناء وما بقاش عندنا مشكلة وسيطرنا على الوضع والكلام ده، وبيفاجأ بعد فترة ما بحدوث موضوع كبير جدا بيهدله الصورة دي. النقطة الثالثة، إن الـ 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 يعني ده النقطة المحصنة الكبرى داخل سيناء، ويمكن في مصر كلها من النقاط المحصنة جدا داخل مصر يعني على مستوى المحافظات، بيحصل فيها هذا الأمر بهذه الكثافة وعدد القتل الكبير. دي الحقيقة مهينة جدا لأي نظام عسكري أو أي نظام دولة أو أي دولة، مهما كان طبيعة السيناريو اللي حصل أو طبيعة الصدام أو طبيعة الفعل نفسه. فالثلاث مشاكل دول اعتقد بيخلوا النظام السياسي يعني يقترب انه يفضل معتم على الموضوع لاقصى درجه ممكنه لغايه لما يلاقي مخرج ازاي يتكلم ويطلع الامر بشكل جيد. وفكره الجنازات ويا ريتني كنت انا ما بقتش يعني تاكل مع الناس بالمعنى البلدي، يعني ناس تعبانه ومضغوطه جدا، فانت محتاج تفكير عقلاني شويه. هو حتى الان
ما اداش اي تفسير عقلاني، وبيعتمد على العاطفه والجنازات والكلام ده، واعتقد الظروف في الوقت الحالي متغيره ومش هتدي رد الفعل المطلوب. فبالتالي هو بيحاول يلاقي يعني بناء اكثر احكاما للي هيقوله في هذا الموضوع، وفي البدايه يعرف ايه اللي حصل. طيب اروح سؤال الاخير للاستاذ احمد مولانا. الغريب ان الحادث ده جاي بعد ايام او يعني من تصريحات رسميه بيتكلموا على تحويل مطار العريش الى مطار دولي، يعني وبيكلموا عن انه هتبقى منطقه دوليه او مطار دولي. في ظنك او في رايك كيف ستؤثر هذه الحوادث على مشروعاتهم عن مطار العريش؟ يعني خلال السنوات الماضيه كان في السرديه بتاعت مكافحه الارهاب هي اللي بتقال، ولكن يعني خلال اخر سنتين بقى في سرديه بديله هي سرديه الامن والامان في اللي تحقق في سيناء، والبدء في مرحله الاستثمارات والنهوض زي ما حضرتك ذكرت نموذج المطار، او حتى اعمال التوسعه في ميناء العريش، ويعني عمل عقود مع بعض الشركات الخليجيه لاداره بعض محطات المناوله الاسمنت في الميناء بعد توسعته. فالسرديه الجديده ان سيناء اصبحت يعني موطن للاستثمار وجلب استثمارات اجنبيه وخارجيه، فبالتالي الواقعه دي بدون شك بيكون لها تاثير سلبي. احنا على المستوى الميداني حقيقه يعني ربما بعد العمليه الشامله اللي بدات في عام 2018 مدينه العريش يعني لم تعد تشهد على المستوى الداخلي احداث يعني هجمات مثلما كان الوضع في 2017 2016، يعني ربما من 2019 العريش لم تشهد هجمات مسلحه داخل العريش، معظم الهجمات كانت في محيط بئر العبد في رفح الشيخ زويد، وبالتالي ان بعد قرابه 4 سنين ياتي حادث زي ده بطبيعه الحال بيعيد التذكير بالاحداث الماضيه اللي شهدتها سيناء خلال 10 سنين، وبيجعل ان لو في استثمارات اجنبيه بيبقى الناس متخوفين ان بيتقال له ان الوضع بقى امن 100%، فما يسمع في الاعلام ان حتى في المدينه اللي هي عاصمه المحافظه بيحصل فيها كده بيبقى في تخوف يعني، وراس المال كما هو معروف جبان يعني. وان كان على المستوى الميداني الفعلي بطبيعه الحال الاوضاع في سيناء خلال اخر عام تقريبا لا تكاد توجد هجمات مسلحه، في حاله من حالات السيطره فرضت عليها لم تكن موجوده في المراحل السابقه. هذا الحادث يعني لا يعني تغيير في معادلات الامر على ارض الواقع في سيناء، ولكن تداعياته الاعلاميه والنفسيه والمعنويه اكبر من تداعياته الميدانيه الحقيقيه، لانه لا يدل ان في مجموعات وهتشن عمليات شبيهه مستقبلا، انما يعني هو حادث في سياق معين يعني بغض النظر عن اطار تحليله، حتى لو التحليل اللي انا بذكره كان افترضنا ان هذا هو الصحيح، او حتى تحليل دكتور عمرو لو افترضنا اللي كنت بقول، يعني لا يعني ان في استمراريه في هذا النمط وفي هذه النوعيه من الهجمات زي ما حصل مره في سجن الطراف 2020 ده قابل للتكرار، وان كان او يعني تكرر حاليا في شمال سيناء. وان كان يعني انا في ظن ان الدرس المستفاد هو ينبغي دراسه ايه حدث زي ده بيحصل، انا ايه اللي خلي سياسي يصل لهذا الوضع، ده نتيجه غياب العداله وشعوره يعني بمستقبل يعني مغلق امامه. لو احنا عندنا يعني اوضاع الانسان بيشعر فيها بوجود قدر من العداله لن يلجا لهذه الممارسات والسلوكيات، وده يفترض للعقلاء يعني يستهدفوا تفكيك الحاله التي تؤدي مثل هذه النوعيه من الحوادث، اما نخليها باعتبار ان كان في ثغره امنيه ينبغي غلقها لمنع تكرارها، طب ما انت سديت هذا الثغره في سجن العقرب فحصل لك في شمال سيناء، هتسدها في شمال سيناء بكره هيحصل في مكان اخر شيء شبيه، فبالتالي بتظل يعني هذه الحاله تتجلى باشكال متعدده كل فتره، في حين ان مفترض ان يكون حلها سياسي وليس حل امني. طيب دكتور عمرو عادل، السؤال الاخير لحضرتك، يعني هو الدكتور الاستاذ احمد مولانا قال انه ده حادث عادي ولن يؤثر على فكره مطار العريش اللي هم بيتكلموا عليه انه مطار دولي، لكن الحادثه برضو ايضا بتاتي بعد ايام او وقت قريب من زياره قائد القياده المركزيه الامريكيه لمنطقه العريش والتجول فيها والى اخره. الى اي مدى تعتقد انه دي تاثر على سمعة كفاءة القوات المسلحة المصرية أمام الراعي الرسمي لها القوات الأمريكية؟ الجيش الأمريكي يعلم تماما قدرات الجيش المصري، هو بيخش في تدريبات مشتركة، وهذه التدريبات بتدي
مؤشر واضح عن قدرة القوات المسلحة المصرية على القيام بالعمليات، وإحنا شفنا خلال السنوات اللي فاتت هذه القدرة المتواضعة تتراجع. الفكرة مش في القدرة على امتلاك السلاح ولا منظومات السلاح ولا التكنولوجيا ولا الكلام ده، في الآخر الفرد المقاتل والاستراتيجية والتكتيكات هي اللي بتحكم قدرة الجيش. يعني في جيوش بقدرات دفاع تسليحية أقل بتقدر تحقق إمكانيات عالية، فهذه القضية لن تؤثر على تقييم الجيش الأمريكي للجيش المصري، لأنهم عارفين كويس، يعني هم مدركين طبيعة وتنظيم الجيش المصري. طبعا في بعض الوحدات المميزة داخل الجيش، لكن الوحدات اللي موجودة بشكل عام مستواها القتالي ضعيف، وده معروف، وما اعتقدش ان الحادث ده ازاي دكتور عمرو. دكتور عمرو ده بيقول لك ان محمد مونس ده في الثلاث سبعات اللي كانوا طالعين بيها القلعه. تمام يعني انا بقول حاجه، في بعض الوحدات المميزه زي وحدات القوات الخاصه الثلاث تسعات والثلاث سبعات وغيرها، لكن الجيش المصري بشكل عام وحداته الكتيره المنتشره في كل مصر حجم الكفاءه القتاليه بتاعته ضعيف. وخلينا اقول لحضرتك ان حتى المشهد اللي حصل امبارح اللي هو في العريش، طريقة الصراع نفسه، يعني حاجة انت لما لو فرضنا ان الافتراض بتاع المهندس احمد صحيح، يعني مجموعة مدنية في الاخر، صحيح عندها بعض القدرات العسكرية والتدريب العسكري، لكن مش هتوصل للثلاث سنوات يوقعوا 26 واحد بالشكل الكوميدي ده. فده مؤشر كمان، واحنا فاكرين اللي حصل مع المنسي الوحدة اللي كانت معاه وهربوا يعني بهدومهم بالشباشب. فده كل دي مؤشرات لما بيحصل صدام بيبان القدرة الحقيقية للقوات على القتال. وأنا يعني بحكم علاقاتي حتى الآن مع بعض الناس مدرك يعني إلى حد كبير داخل الجيش وإن إحنا في مشكلة في التدريب وفي القدرة القتالية لقطاعات واسعة من الجيش المصري، وأعتقد الأمريكان مدركين ده كويس. طيب سؤال بس هو عشان ننهي الفقرة دي كلها مع بعض، سؤال كده لينا احنا الكل، يعني ما هي دلالة ظهور اسم صبري نخنوخ في التعزية؟ وممكن نقول بعض الناس هيقولك ده هو اللي تلزق فيه، هو وصفه بأنه صديقه وعشرة عمره، قد يكون الكلام ده مبالغ فيه، لكن في ناس نشرت صورة لصبري نخنوخ فعلا مع محمد مؤنس، يعني ما يؤكد انهم على علاقة ببعض. خلينا نطلع بالصورة كده سريعا يا جماعة عشان نتجاوز اي الصورة اهي. الراجل نشر صورته وصور تانية معاه وصديقي وعشرة عمري واخويا وحبيبي والحاجات دي. ما هي دلالة ده ابراهيم العرجاني ده مش محمد مؤنس، ده ابراهيم العرجاني، ده مش صبري نخنوخ، ده ابراهيم العرجاني مع احد القادة. لا، في صور لصبري نخنوخ. ما هي دلالة ظهور صبري نخنوخ مع او في التعزية دي؟ اسمع رأي الاستاذ احمد مولانا الاول وبعدين الاستاذ الدكتور عمرو عادل. اتفضل دكتور احمد. استاذ احمد مصر حاليا زيه زي ابراهيم العرجاني، يعني ما بيتمش التعامل معاه على انه شخص مدان جنائيا، لا، شخصيه عامه بيحظى باستقبال وترحيب في الافراح. مش الان يا استاذ احمد، هو بيقولش الان، بيقول عشره عمر. انا مش معترض، يعني هو الراجل مش يعني لا ينظر له في اوساط السلطه باعتباره مجرم، يعني وينظر له باعتباره شخصيه اعتباريه في المجتمع. حضرتك بتشوفه في اللقاءات الاجتماعية وكيفية الاحتفاء به وحجم الحظوة اللي بيحظى بها كبيرة، زي إبراهيم العرجاني. العرجاني من 20 سنة كان مقبوض عليه وكان دلوقتي رجل أعمال عنده توكيلات وفي نوادي وفي غيرها. فبالتالي هذه الطبقة حاليا الطبقة الاجتماعية لها علاقات مع السلطة قوية في مصر، ده الواقع الموجود اللي يعني اللي ينبغي ان احنا نقر به. يعني شايف ان ده سبب طبيعي جدا ان يعني حتى انا مثلا اشوف في بعض الافراح بتلاقي صبري نخنوخ لاي دعبس لاي ناشط في الافراح، بس ده بنتكلم على ضابط كبير في الامن الوطني وفي هي كلها يعني دايره بتكمل بعضها البعض. انا يعني هو حاليا شخصيه عامه لها وضع اعتباري، وطبيعي ان يكون له علاقات مع شخصيات في مؤسسات متنوعه في الدوله، لان هو ده طبيعه الواقع الحالي الموجود. يعني وصلت الأستاذ أحمد مولانا الباحث في منتدى العاصمة للدراسات، بشكرك جدا يا فندم. دكتور عمرو، تعليق حضرتك على ظهور أو على تعزية صبري نخنوخ لهذا القائد ووصفه بأنه عشرة عمر. الدول لما توصل للمراحل دي من الاستبداد بتعتمد على الدولة المظلمة، الجانب المظلم من الدولة اللي فيه بلطجية وتجار المخدرات وتجار السلاح وتجار العملة، ودول بيبقوا جزء من السلطة في توقيتنا. علشان كده في لحظة ما بتقدرش تشوف الفارق بين الدولة
وبين الجانب المظلم في المجتمع، وبيحصل توافق بين الاثنين وبيشتغلوا مع بعض. والحقيقه الصوره دي هي اللي خلتني يعني اقترب شويه من النموذج، ان في خناقه ما بتحصل وصراع ما بين القوى نتيجه ان الجزء المظلم من المجتمع من مصر داخل في غاياها بالسلطه، وده بينتج صراعات احنا ما نقدرش، الدوله العاديه ما بتخشش فيها او المؤسسات العاديه ما بتحصلش فيها، وتحصل في العالم المظلم يعني اللي من المجتمع اللي منه صبري النخلوخ وغيره. وارتباطهم بالدوله بالشكل العميق ده ممكن ينتج بعض المشاكل اللي احنا زي اللي بيحصل في المافيات وغيرها، حصل توافق او نوع من الاندماج واللخبطه يعني بين الدوله وبين الجزء المظلم البلطجه بقى وغيره يعني. ويمكن يكون احمد بدوي، لو انت فاكر يا استاذ دكتور عمرو، لو انت فاكر احمد بدوي، ما هو طلع بطياره وده قائد كبير، وراح الطياره شبكت في عمود النور قال ايه ووقع وحاجات من دي، واحنا والعجيب ان الطيار ساعتها ما حصلوش حاجه، لا العجيب ان الطياره ما طارتش كتير، ده عمود النور يعني، عمود النور يعني اي حد ممكن ينط منها يعني، كان الدور الثاني في البيت يعني. ومع ذلك قتل الشهيد احمد بدوي والرفاقه، والطيار طلع منها، وتعرف بعد كده انها ربما كانت تصفيه من السادات. نعم، هو يعني طبعا موضوع بدوي مختلف عن العقيد اللي قتل، لكن في نفس الدائره، ربما تكون في نفس المساحه. وانا لا استبعد اللي قاله الاستاذ احمد الحقيقه، بس محتاجين المهندس احمد، بس ربما محتاج بيانات تاكيديه لي علشان في ضحايا مين اللي كانوا موجودين، يطلع بيان رسمي حاجه بالشكل ده يعني. دكتور عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي بالمجلس الثوري المصري، بشكرك جدا يا فندم. شكرا. على اي حال، انا هاخد جزء من الاخير من اللي قاله الدكتور عمرو. طبعا انا بحترم الدكتور الاستاذ احمد مولانا وراجل بحث كبير جدا، والدكتور عمرو عادل بشكرهم جدا انهم شرفوني والقوا الضوء على هذه الحادثه اللي ما حدش فاهم هي اولها من اخرها فين. لكن هاخد الجزء الاخير اللي قاله الدكتور عمرو عادل، وهو انه الناس دي لديها ارتباطات، وده الجانب المظلم من السلطه، لديهم ارتباطات مع او مع شخصيات بتلعب الوظيفه الديرتي وورك، اللعب القذر، وربما وطبيعي زي ما قال الاستاذ احمد مولانا، طبيعي ان يكون واحد زي صبري نخنوخ بلطجي ومسجل واتمسك في قضيه بلطجه وسلاح وكده، ان يكون لديه علاقات مع ضابط كبير في الامن الوطني وراجل بتاع او في الامن المركزي راجل بتاع ثلاث سبعات وحاجات كده. في النهاية أنت في دولة غريبة غامضة، كل شيء فيها غامض، إذا كانت الكهرباء الناس مش عارفة إيه اللي حصل فيها، هيعرفوا اللي حصل في الحادثة دي؟